نتابع مشاهدينا، ومعنا طفل لبناني جبريال أبي سعد الفائز بمسابقة عالمية بالمرتبة الأولى عن الحساب الذهني الفوري، وأيضا سمر سركيس من شركة يو سي ام اي اس ونتالي كنعان. أهلا وسهلا بحضراتكم. نتالي بدها أهلا تروح تجيب فيكي. أوراق وترجع، فما بيأثر فيك تروح وترجعي. أهلا وسهلا فيكم سمر، مبروك جبريال. ميرسي. شو يا شاطر، قد ايه عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين. قديش لك معهم؟ سنة تقريبا. لك سنة ولحق الكورس سمر؟ ايه، لانه خبرينا شوي عنكم، خلي المشاهدين يتعرفوا عنكم. رح نعرف شوي عن يو سي ماس. يو سي ماس از برين ديفلوبمنت بروجرام، تطوير عقلي للاطفال بين عمر 4 لعمر 15 سنة، لانه هيدي هي ذروة النمو العقلي عند الولد. سو بنجي نحن بنشتغل مع الولد بهيدي الفئة العمرية، بنكون نحن عم نطور له وعم نشتغل على المهارات والقدرات العقلية والذهنية عند الولد. لغة البرنامج هي الأرقام، مشان هيك الولد بيصير أبداي كتير بالحساب الفوري، بس نحن الأهم من هيدا كله أنه بنكون عم نشتغل له على التركيز، عم نشتغل له على الدقة والسرعة بأجوبته، على السرعة بالتحاليل وبالاستنتاجات، عم بيصير في عنده تخيل وتصور، كل هالأمور. من أي عمر فين يبلشوا؟ 4 سنين. من 4 سنين، بس هلأ هو بيقول إنه عمره 9 سنين جابرييل، صح؟ نعم مزبوط. وإله سنين، يعني بلش معكم على 8 سنين. على 8 سنين جابرييل بلش. سبق غيره؟ يعني ممكن كان يكون بلش معكم حدا بال4 سنين سبق غيره لحتى يكون بهالمسابقة؟ يعني هل جابرييل بيتميز بقدرة عن غيره؟ هو جابرييل دبيرة مع الأطفال اللي بالليفل تبعه. أوكي. يعني هو يو سي ماس مؤلف لعشرة ليفلز. سو جابرييل دبيرة مع الأطفال اللي منتسبين للليفل تبعه، للفئة تبعه. الليفل الخاص بعمر جابرييل شو هي؟ بشو بتتميز؟ هن كلهم ببلشوا بذات الليفل، يعني إن كان بلش على عمر 5 سنين أو إن كان بلش على عمر 8 سنين، كلهم بدهم يبلشوا بالليفل 1. أوكي. مثل حيلا شيء جديد عم نتعلمه وبدنا نبلش من الأساس. هو أي ليفل اللي دبيرة فيه؟ هو جابرييل دبيرة بالإليمنتري أي، يعني اللي هو يعتبر ليفل 2. ليفل 2 صح. بليفل 2 شو صار بالهند؟ رح نشوف فيديو ونحن عم نشوف الفيديو، احكي لنا شو صار بالهند. بالهند تبيروا مع اطفالنا العشرة اللي راحوا، تبيروا مع 11,000 مشترك. هون شو عم نشوف؟ هون المكان يلي صار فيه المباراة. مزبوط، بالهند بنيو دلهي. يا مامي. سو اطفالنا العشرة اللي راحوا من هون تبيروا مع 11,000 طفل من 55 دولة بالعالم. هون عاطينهم هيدا جابرييل، هيدا جابرييل مع مدير التعليم الخاص بلبنان استاذ عماد الاشقر، عاطيهم 200 عملية حسابية تيحلوها ب 8 دقائق. هون مصطفى عم بيتسلم الجائزة تبعه، وهون المدير التنفيذي لمعهد بي ال سي. قد ايه له هالمعهد؟ معهد يو سي ماس صار له بلبنان تقريبا 4 سنين، بس المعهد وين كان؟ وين ابتدى؟ هو البروجرام ماليزي، ماليزي سيني، ابتدى اكيد بماليزيا وتوزع. نحن اليوم موجودين ب 55 دولة بالعالم، وهن ال 55 دولة كانوا مشاركين بهيدي المسابقة اللي صارت بالهند. جابرييل. نعم. شو نتالي جاهزة؟ جاهزة. يلا تفضلي. يلا ريدي؟ أول شيء رح نحضره عمليات حسابية شفهية. بيرجع رح نعمل كم عملية حسابية على اللوح. أوكي؟ يلا. رح نبلش شفهيا. ريدي جابرييل؟ يس. 1 بلس 4 5 7 8 5 9 6 3 2 3 1 6 4 7 9 8 2 4 5. That's it. 99. Correct. برافو جابرييل. واحدة تانية. يلا ريدي؟ 7 plus 5 minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 6 8 minus 2 plus 9 8 minus 3 plus 4 minus 2 plus 1 7 minus 5 plus 9 6 1. That's it. 61. برافو جابرييل. رح نحضر كمان بعد عملية حسابية. هلا اكيد المشاهدين اللي قاعدين ببيوتهم فيهم يكون عندهم كالكوليتر ويحسبوا. نحن ما جربنا نفوت بهالشغله لحتى نترك نتالي ريحتها، لانه بدنا حدا مثل جابرييل على الكالكوليتر. تفضلي. يلا ريدي. 47 plus 63 minus 98 plus 24 70. That's it. 70.
Yes. 106. Correct. Bravo, Gabriel. هلا رح نشوف كمان السرعة اللي بيقدر يعمل فيها العملية الحسابية على اللوح. Okay. Okay. أنا بهالوقت حابة أشرح شغلة للعالم اللي عم بيشوفوا جابرييل عم بيحرك بإيديه. مع هذا كان بدي أسألك عنه بس ناطرتها لتخلص سبقتيني. عم بيحرك بإيديه لأنه مثل ما قلنا إنه يو سي ماس مؤلف لعشر مستويات، بأول تو ليفلز الولد بيستعمل الأباكس، بثيرد ليفل بيشيلها من إيده، بصير عم بيتخيلها براسه، سو هلا جابرييل عم بيتخيل الأباكس براسه وعم بيحركها مثل ما هو له بالعادة يحركها بأصابعه. في يعطينا اكزامبل معليه يعني بعده بيتذكر كيف على الاباكس إيه اكيد يا ناتالي اذا بدك تعطي بدي اذا هون بدي استعمل بس بدنا نشوف كيف بس يشوف كيف بتحركها اوكي يلا ريدي 3 فيك تعلي فيك بيقدر يعليها ولا بس مش هو بدها تكون اوعى طيب بليز لو سمحت الكاميرا تقرب اوكي اوكي يلا 3 بلس 1 6 9 7 4 2 8 5 7 1 7 2 8 9 3 4 6 5 7 that's it 104 برافو غابرييل correct سو هو عم بيحركها بهيدي الطريقه هي وعم تقول له اياه هون عم تقول له الارقام شفهيا هو عم يتخيلها براسه وعم بيحركها بهيدي الطريقه باصابعه اوكي يلا نبلش نتلي يلا ريدي جابرييل يلا ستارت يا ريت فينا نقرب الكاميرا اذا مش واضح لنشوف بس كيف عم يشتغل برافو جابرييل برافو جابرييل عن جد برافو فظيع اسم الله عليك كل الاولاد بيقدروا يكفوا مثله كم حدا قدر يكفي كلهم اجمالا بيكفوا نحن اليوم عندنا بلبنان 8000 طالب حتى نحن موجودين بعدد كبير من المدارس هيدا الشيء اللي بيعني انه حيلا طفل قادر يتعلم يو سي ماس وقادر يتقدم هلا اكيد جابرييل تفوق بس حيلا طفل قادر يتعلم وقادر يتفوق وقادر يوصل بعدك حد شيء نتالي هيدا الحد بعد وانا هون بدي اشكر وزير التربيه اللي عطينا تعميم انه هيدا البروجرام يتطبق بالمدرسه هو عم بينعطى ساعه ببروجرام المدارس مش كل المدارس قلتي لي البعض ايه البعض من المدارس اكيد ان شاء الله الكل لانه هيدا شيء ان شاء الله الكل اكيد كيف بيدرسوا جابرييل يعني بكافه المواد كيف هيدا الشيء مأثر ايجابيا على درسه طبعا لانه هلا بس يصير في عندنا ولد مركز اكثر عنده ميموار اكبر عنده دقه ملاحظه عنده دقه استماع عنده سرعه ودقه باجوبته قادر يحلل اسرع يستنتج اسرع اغلاطه بتصير اقل حكما هول كلهم رح ياثروا ايجابا على ادائه بمدرسته بكل المواد يعني هون انا صار عندي ولد اشطر واذكى بالمدرسه لهيدا السبب اليوم هيدا البروجرام عم بيتطبق ب 55 دوله بالعالم بالبروجرام بالمدارس ببروجرامات المدارس بالعربي وبغيره بكل شيء بيتقدم بكل شيء بيتقدم شو جابرييل لأنه... شاطر انت بالمدرسه نعم قديش يعني بتجيب معدل 17 18 برافو وفي حدا مثلك بالصف باليو سي ام في رفيقه فايت باليو سي ماس مين اشطر هلا انا ليفل 3 وهو ليفل 1 اكيد انت اشطر لوين بدك تكفي يعني بس لما اخذت هالجائزه هالكاس اللي هلا انت جبت لي اياه معك شو حسيت انبسطت كثير عندك اخوه نعم اخواتك شاطرين مثلك ايه بيعملوا يو سي ماس لا ما بيعملوا بتشجعهم اكيد جربوا يعني وما حبوا ولا ما جربوا لا ما جربوا ما جربوا وشو بتقول لهم نقول لهم انه يفوتوا يلا خلينا نعمل هلا ريدي يلا ستارت كابريا كوركت برافو جابرييل برافو جابرييل والله لوين بعد ممكن يوصل جابرييل بعد يعني جابرييل اول شيء بده يخلص الليفلز تبعه يعني بده يخلص العشر مستويات وبيوصل انه يقدر يعمل ارقام بالمليونز ديفيجن ومالتيبليكيشن وسكوير روت عم تشتغلوا عليه انه يكفي اكيد اصلا هو بده يكفي هو اكيد بده يكفي وحببه مش مزبوط جابرييل نعم اكيد شو بتحب تصير بعدين ما بعرف لما هيك بتحرك ايديك انت وعم بتعمل العمليه الحسابيه نعم. اذا ما كان عندك شيء شو بتحس
يعني بتحس انه بدك تحركهم لايديك؟ بقدر ما احركهم. بتقدر ما تحركهم؟ صح. هون بتقول انه كل ما الولد يتقدم بالليفلز بصير عم بحرك ايديه اقل. خلص صار عم بيحرك صح. عقله. يعني صارت الاباكس هي عم بتحرك له كل هول السكيلز اللي حكينا عنهم، عم بتحرك له راسه. هو هيدا هدف البروجرام، انه نحن نحرك له راسه للولد، لانه بتعرف اليوم ولادنا على مع التكنولوجي صار كل وقتهم ايباد، سيل فونز، تي في، سو الولد اذا بدك صار عنده شويه خمول. اليوم هيدا هدف البروجرام، انه نحن نحرك له راسه، نكون عم نحرك له هالسكيلز اللي عنده. كم ولد عندكم باليو سي ماس لبنان؟ 8000. 8000 حاليا تقريبا، يعني تقريبا اكثر من 8000 طالب اكيد موجودين بكل مناطق لبنان. والدرس خلال او الساعات خلال الاسبوع قديش عدد الساعات؟ قد الدوره وقتها؟ اوكي. هلا نحن اذا كانت كاكتيفيتي بسنتر معين او بالسنتر عندنا، مده الدوره عم بتكون 3 اشهر، 3 اشهر ونص. مره بالجمعه ساعتين. جابرييل له سنه عم بيقول. صح. سحبها فرد مره ولا كان عم بوقف اون اند اوف؟ لا سحبها، ما اخذ ابدا اوف. اخذت فيكيشن جابرييل، اخذت باكاس بالصيفيه. انتوا بتعطوا بالصيفيه ولا هو اخذ بالصيفيه؟ نحن بنعطل تقريبا شهر ونص بالصيفيه. بعد شيء بدنا نعمله نتالي؟ بتحبوا تشوفوا بعد عمليه حسابيه؟ بعد. يلا. قديش هذا الشيء دعمكم سمر بهالنتيجه اللي جبتوها؟ قديش دعمكم كاستمراريه؟ قديش دعمكم لحتى تشجعوا وتحفزوا الاطفال؟ اكيد اكيد كثير دعمنا. ونحن اليوم هدفنا انه نوصل لكل طلاب لبنان، لكل تلاميذ لبنان، لانه مش ناقصنا شيء كلبنانيه. وهدفنا انه يصير في عندنا جيل اشطر واذكى قادر يتبارى مع كل دول العالم. وهيدا اللي صار، انه جابرييل راح وتبارى مع 11000 طالب ورجع بنتيجه جدا مشرفه يعني، وجدا فرحت لبنان وفرحتنا. شو الايكويشن اللي عطوه اياها اللي خولته الفوز؟ عطوه 200 ايكويشن تقريبا، بده يحلهم ب 8 دقائق بس، اكيد بالليفل تبعه يعني بالمستوى تبعه. رح نشوف هلا. يلا جابرييل، يلا ستارت. كوركت. برافو جابرييل. وانا هون بدي اقول انه العشر طلاب اللي راحوا معنا على الهند كلهم رجعوا بجوائز وبكؤوس، بس اللي تفوقوا كانوا جابرييل لانه طلع تشامبيون عن الاليمنتري اي، يعني الليفل اللي هو فيه. وفي عندنا مصطفى سويدان اللي طلع فيرست رانر اب عن الانترميديت بي. وفي عندنا الي خليل اللي طلع سكند رانر اب عن الانترميديت اي. هول اللي تفوقوا. جابرييل بس بدي اسالك بعد سؤال، بتلعب مثل كل الاولاد؟ شو الالعاب اللي بتلعبها؟ كلهم. مثل يعني شو بتحب تلعب؟ فوتبول. بحب العب تشيس. بحب كل الالعاب. مسجل باكتيفيتي فوتبول ولا بس بتلعب؟ لا. شو بتعمل اكتيفيتي؟ بعمل بيانو ويوسيماس. ان شاء الله الله يخليك لاهلك ويشوفوك مثل ما هن بيتمنوا، ويبارك لكم بهالاولاد يلي عم ثانك يو. هيك بتحطوا كل طاقتكم فيهم، وان شاء الله بالنجاح والاستمراريه. ثانك يو. ميرسي لك نتالي. شكرا جابرييل، ان شاء الله هيك بنشوفك لما تكبر احلى شاب وتكون هيك ناجح وتبيض وجه لبنان ووجه اهلك اكيد قبل كل شيء. شكرا لك جابرييل، شكرا سمر، شكرا نتالي. مشاهدينا بنتابع مع 365 نحو حياه ايجابيه.